كثير شغلات، اهم شيء يوفروا لنا مقومات الحياه، كهرباء، مازوت، بنزين، هدول الشغلات ترخص الاسعار شوي. شباب كثير ناقصهم شغلات هون، ناقصهم كثير الشب لحتى يتطور، كثير كثير ناقصهم، يعني ناقصهم اول شيء الفهم، يكونوا فهمانين الحياه صح. هاي وحدة. هي بعدوا عن الشغلات الثانيه، هي طبعا الانترنت اللي عم بيتجهوا لامور ما، والطموح اني ما عم بيلاقوا بقى عندهم شيء، يعني هدف، ما عندهم اهداف بقى بحياتهم. كل شيء ما ضل في فرص للعمل، يعني هلا نحن انعدمنا تقريبا من كل شيء متطلبات الشباب، واغلبيه الشباب طلعت هلا، ما عاد ضل في اليد العامله اللي تشتغل. بس انت لما انت بتلاقي فرص، في مين عم بيستثمر هاي الفرص، فهو رح ينتج بالنهايه. نحن شعب منتج، يعني كل شيء ناقصهم بهالبلد. هلا شوفي الواحد ببلش من حاله، بس بتجي هيك بتلاقي ما في شيء ظابط حتى الواحد يبلش بقى من حاله ويطور حاله ويزبط اموره، يعني ما في شيء ظابط هون. شباب هالايام يعني اغلبيتهم واعيين وحرام عم يتعبوا على حالهم وبيشقوا كثير، بس قد ما تعبوا ما عم بيلاقوا. يعني ايش لحتى نقارن حالنا بالبرة، يعني ما نحن عندنا تاريخ وعندنا ثقافه كثير مهمه بالبلد، يعني بس شويه انفتاح وشويه حريه اكثر شوي، لان دول الناس اللي بيحبوا يعيشوا ويشوفوا الحياه بمنظور الشخص، مو منظور برا او نعتبره هيك شيء نجيبه من برا او نتمثل فيه. نحن عندنا ثقافه وتراث كثير قديم بالبلد، حلو نرجع نحييه من جديد، ناقص بس انفتاح وشويه تعلم ما اكثر. يعني والله حياه، يعني مثل ما انت شايف، لا كهرباء لا مي ولا اي شيء تفصيل ثاني، يعني مقومات الحياه الاساسيه. يعني بدنا نفترض نحن شغله على الامانه، انه نحن باي ديفولت اغراضنا، حياتنا الطبيعيه هي صارت حلم بالنسبه لنا، شغلاتنا الاساسيات هي حلم بالنسبه لنا صارت هلا. من يوم نتطور نحن، هذا الجيل اللي طالع جديد اللي يتربع على الرصاصه وعلى التفاصيل الثانيه، نوعيه اكثر. يعني خلونا نرجع نشوف المدارس وين صارت هلا، نرجع نحيي المدارس ونرجع على الاهل، نوعيهم من جديد، نعمل منهاج تربيه جديد، بتوقع بيمشي الحال لانه كل شيء ببلش من الصفر، من اصغر حدا بالبيت. يعني بدنا حدا يقدر، يعني هذا المجهود اللي عم يعملوه الشباب، انه يلاقوا حدا يقدر هذا الشيء. يعني بتلاقي اليوم الشاب بيتعب وقد ما عم يشتغل ما عم بيلاقي، بس مصاري ودعم، بس فقط لا غير، مو ناقصه شيء، اعطيه مصاري وشوف شلون بيأدي. هلا لنجي للصراحه، اهم شيء المصاري بالدنيا، تمام. هلا بشكل عام يعني ما فيك تعملي شيء بلا المصاري، اكيد ما حيصير منظره حلو، ريحته حلوه، شكله بالكامل ما حيصير حلو ولا المصاري. يعني هو اللي بيعطي الشكل الكامل هو المصاري، اكيد خلص كيف بيخلق هيدا هو تفكيره، ما حدا حيغيره. والله بدهم شيء 10 سنين ليتطوروا. وضع البلد ما مستحيل، يعني ما في شغل بالبلد، ما في، يعني ليأمن مستقبله بده شيء 10 سنين 15 سنه. يعني شايف ظروف البلد، انت الشاب امتى بده يتطور؟ اللي عمره 25 سنه هلا بده امتى يعمر بيت؟ وضع البلد، ايه طبعا وضع البلد، طبعا طبعا، يعني رواتب ما في، واذا اشتغل قطاع خاص كمان رواتبهم قليله. يعني شبابنا ناقصهم كل شيء، اهم شيء هو ناقصهم ثقافه، مجتمعنا ثقافته كثير قليله، بتحسيهم دماغهم من العصر الحجري. حتى انه لو الشاب معه مصاري، المصاري ما رح تطوره، هو بده يكون متطور من جواته، انه عنده شيء لقدام يشتغل عليه. هلا اهم شيء هو المصاري، بس بدهم ثقافه لحتى يقدروا يشتغلوا على هالشيء، انه معه مصاري ومانه مثقف شو بده يساوي؟ كل شيء كل شيء كل شيء بدون استثناء، كل شيء. ناقصهم العلم، ناقصهم الثقافه، ناقصهم الانفتاح على المجتمع الثاني، يعني مو بس نتقيد بافكارنا القديمه، في افكار حلوه، نواكب المجتمع بكل تطوراته وبكل الاشياء الحديثه فيه، ما نضل واقفين نحن بمحلنا ابدا. هون ما في واحد معه مصاري ما بيشتغلش، يعني بده راس مال لحتى يشتغل.